شيء مثلا، هل هناك انفعال؟ هل هناك نرفزه؟ مرتاح؟ تعبان؟ متضايق؟ فيعني كل هذه يعني مؤشرات، وهذا تغير حتى في سير المباراه، وتغير حتى في راحه الخصم النفسيه. دارين أبلتون يعني بدا يلاحظ ان اللاعب هو منفعل نتيجه الاخطاء السهله اللي ارتكبها حتى الان. شيء هذا طبعا يعطيه راحه نفسيه ويحسس انه هو الطرف الافضل، يبدا يضغط عليه ايضا، فيبتدي يمارس عليه ضغط اضافي، لانه واضح ان اللاعب هو يعني ما يبي يدخل في صراع دفاعي مع اللاعب البريطاني، او ما يبي يدخل في سيفتي باتل مع اللاعب البريطاني. يا سلام، كيف يعني صراحة كنا تقول عند الخبر الأول نفس البلاي ستيشن أو الأتاري الأول عنده جويستيك يحرك فيها الكيوبول. يعني هذا احنا قلنا كل الحركات اللي نشوفها مقصوده في الكيوبول، طبعا مقصوده يعني شوف هذا السايد، شوف السايد شلون يبين مع النقاط الحمر ابو عيسى، لان في سايد يمين مباشره بعد ما لمس البنت، يعني بالضبط، يعني لعبه ممتازه صراحه من اللاعب الياباني اوهي، لكن هو يحتاج الى المزيد، يعني ما راح يكون كافي اللي هو قاعد يسويه، لان يعني بدا ينتبه اللاعب أبلتون ان اللاعب الياباني ما هو في وضع مريح يعني 100%. اذا شاهدنا اللعبه الفنيه من اللاعب الياباني نايوكي ورالف عفوا داري أبلتون يبدا بالضغط عليه سنوكر تلو الاخر، وهذا سنوكر جدا رائع من اللاعب الياباني. الان انقلب الدور على لاعبنا البريطاني، لابد ان يحل او يصيد الكره رقم 2، واذا اخطا فيها راح يحصل اللاعب الياباني على فاول بول الهند. نعم لعبه صحيحه لأن من شروط اللعبة الصحيحة بعد ما تضرب الكرة الهدف، يا الكرة البيضاء أو أي كرة على الطاولة، لابد أن تضرب البند حافة الطاولة. شوف بعد ما ضرب الكرة الحمراء هي اللي ضربت البند، باعتبار يعني الحين اللاعب هو أعتقد بيروح للبنك، إذا قدرت أن أنا أقرأ شخصيته بشكل صحيح أعتقد أنه بيروح للبنك. يعني حقيقة يعني لاعب، يعني شوف مثلا هذا التهور، لعبة البنك هي اللي تضربه في البند وترجع في البوكت المقابل. يعني والله انا اعتقد ان اللاعب الياباني بدا، يعني شلون ممكن نقول هذا الامر، لكن يعني ظاهر انه اندمج في اللعب اكثر ونسى انه هو قاعد يلعب في نصف نهائي بطولة العالم. يعني الواحد ما يلقى نفسه في هالمكان اكثر من مره، في لاعبين يعني عظماء في تاريخ البليارد يتمنون يكونوا موجودين، يعني في كل تاريخهم في 20 25 سنه من اللعب الاحترافي ما وصل الا مرتين او ثلاث مرات الى قبل النهائي. نعم يعني هذا اللاعب الياباني الان بسن 29 سنه ويجد نفسه في هذا المستوى، يعني ويؤدي بعض الالعاب اللي يعني ما تعكس
انه والله انه مهتم او اي مدرك او يلعب سيمي فاينل. نعم مدرك انه هو قاعد يلعب في السيمي فاينل في بطولة العالم. نعم طبعا نشوف لاعب داري أبلتون يسقط الكرة رقم 4 ذات اللون الوردي وهو باتجاهها إلى إسقاط الكرة اللي عليها الدور الكرة الخضراء وبعدها الكرة البنية اللي تحمل الرقم 7 وبعدها لابد أن يلعب الكرة رقم 8 هي الكرة السوداء والكرة الأخيرة هي الكرة 9 اللي عليها الدور. نعم داري أبلتون ينتقل بسهولة إلى حصد هذه الكور على الطاولة والآن لابد يعمل بوزيشن أو تكون الكرة قريبة يعني. نعم سكروباك بسيط للكرة رقم 9 بعد اصطدام الكرة البيضاء بالكرة 8 وسكروباك يكون ضربة القيس من تحت ممكن اللاعب يضرب القيس من تحت من اليمين. نعم الآن ممكن يضربه من اليسار. الآن لأول مرة في المباراة أبو عيسى نشوف فارق شوطين لأول مرة يعني أحد اللاعبين يعني ينجح في أنه يبتعد بفارق شوطين ومرشح هذا الفارق أنه يزيد إلى 3 أشواط أبو عيسى لأن الكسرة في الشوط الحادي عشر راح تكون عند داري أبلتون. نعم راح تكون عند اللاعب البريطاني داري أبلتون يعني هذا الأخطاء الفنية المتكررة من اللاعب الياباني أوهي يعني والله واحنا نعتب البارحة على عمر الشاهين في غلطة السبعة وقيمة الضغط اللي موجود في مباراة البليارد اللي مارس اللعبة. نعم بعد الأخطاء أو الخطأ اللي ارتكبه اللاعب الياباني بعدما كانت هناك مناوشة بينهم في السنوكرات كل واحد يعمل على السنوكر إلى أن تفوق داري أبلتون في أن يستفيد من خطأ ارتكبه اللاعب وهو مش خطأ لكن صلح له ما ارتكب ما أعطى فاول أو بولن هند يعني ولكن أيضا يعني حتى لما قرر اللاعب الياباني إذا تذكر أبو عيسى حتى لما قرر أنه هو يلعب لعبة البانك يعني ما كان التوقيت يتناسب مع الحدث أو مع أهمية الشوط. نعم إحنا قلنا أن اللاعب المدرك يعني اللاعب اللي موجود حاضر ذهنيا في المباراة ما يتعامل مع الشوط اللي هو كسر فيه مثل ما يتعامل مع باقي الأشواط. صح الشوط اللي انت كسرت فيه ضروري ان انت تكون حاضر على اعلى مستوى لان ما راح يكلفك مو شوط واحد راح يكلفك شوطين. نعم عكس الشوط اللي ممكن يكون خصمك اللي كسر فيه هني ممكن يكون في هامش للمغامره والمخاطره يعني يستحق لان انت مأمن ان خصمك ما راح يبتعد باكثر من شوط. فيعني انا بديت اشك ان اللاعب الياباني ما هو حاضر ذهنيا على مستوى سيمي فاينل. نعم يعني حقيقه دارن أبلتون حضوره الذهني اعلى واضح طبعا ان الاداء الفني بالنسبه للاعب البريطاني اعلى وكان الحظ فقط هو اللي يعني انقذ اللاعب الياباني من انه يكون الفارق يعني كبير واكبر من الشوطين لكن الان بدت الامور يعني تاخذ منحى ثاني وتاخذ شكل ثاني. هذا خطا يعني الحظ يصر والله انه يدخل اللاعب الياباني في اجواء قبل النهائي حقيقه يعني هي كانت كسرة جدا رائعة لكن سوء الحظ يعني شوف شوف سقوط الكرة البيضاء حتى توزيع الكور. نعم لا الكت بريك نافع الحين أبلتون أكيد أنه قاعد يقول بينه وبين نفسه أنا لو كنت مكانه أقول كسرنا بالوي ما مشى كسرنا كت بريك ما مشى من وين بنكسر المرة الجاية يعني الله يعين اللاعب البريطاني حقيقة هو يدري أنه يعني قاعد يؤدي أداء فني يعني الآن بجرأة أقولها صراحة يعني أعلى بكثير جدا وبشكل واضح وجلي من اللاعب الياباني لكن يعني الحظ يصر ان يعطي اللاعب الياباني بعض الحظوظ في هذه المباراة النصف النهائي. ايضا على الطاولة الثانية بين داري أبلتون بعد ضربة البداية طبعا كانت هناك كارثة بسقوط الكرة البيضاء اللي هي الكيس او الكيوبول تسمى في اللعبة اعطى فرصة للاعب الياباني نيوكي بان يحصل على هذا الشوط باعتبار كان داري أبلتون كان يتمنى انه ما يسقط القيس على اساس انه يتفوق بثلاثه اشواط لكن الان راح نرجع الى التفوق بشوط واحد واحتمال نرجع الى التعادل هذا اذا ما حصل اي خطا. طبعا الكره الان اللي عليها الدور الكره الخضراء تسلسل
لابد من التسلسل من الرقم الأصغر وصولا إلى الرقم رقم 9. الكرة ذات اللونين الأصفر والأبيض هي الكرة الوحيدة فقط اللي لها الفوز والتي لها قيمة. كل الكور على الطاولة ليست لها قيمة، إنما مجرد مراحل ينتقل منها اللاعب للوصول إلى رقم 9 وهي كرة المباراة. وأطلق على اللعبة أصلاً لعبة الناين بول وهي موجودة وهي الوحيدة ذات اللونين. جميع الكور لونها سادة أو سوليد يعني. ما أدري البوزيشن السابعة يا كابتن، يعني كان بوزيشن الستة مزعج يعني. صار في ستريت لاين أو في زاوية غير مريحة، الشيء هذا طبعا هذا خطأ يعني، سلسلة من الأخطاء يرتكبها هذا اللاعب الياباني يعني. بوزيشن حلو حق الناين، حق العفو حق الايت، لكن تنفيذ الكرة يعني والله أنا خليني في البداية يعني أعتذر من اللاعب عمر الشاهين، لأن يعني ابدا والله عمر ما ارتكب كل هذه الاخطاء في المباراه امس. كان خطا وخطأين بالكثير وحاسبنا على خطا السبعه فقط. صح. انما يعني اظهر شيء من الاحترافيه العاليه لما ادى مباراه كبيره مع اللاعب الصيني اللي هو الان متقدم على القيصر الالماني بفارق كبير وباربع شوط كامله 6-2 في المباراه نصف النهائي الاخرى. الان اللاعب الياباني بدا اعتقد يعني، انا قلت لك يعني امور النفسيه والذهنيه ليست يعني مرتبه، يمكن هذه الأخطاء المباشرة المتكررة يعني راح تترك أثر على اللاعب الياباني يعني في ما تبقى من عمر المباراة. نعم، إذن الياباني نايوكي يرتكب خطأ في تنفيذ الكرة رقم 7 باعتبار أن الكرة رقم 6 لم يكن مرتاح منها البوزيشن، ولكن الآن نشوف. لا يا السلام يا السلام، صراحة داري أبلتون يعني لعبات جدا رائع يعني انا كنت متوقع يلعب سيف والله. من اصعب اللعبات اللي اداها الى الان يعني. لاحظ ان الكيو بول يعني مر قريب من باكت النص، كان في احتمال كبير انه ممكن يكون سكراتش، وهو يعلم تماما انه حتى لو نجح في اسقاط السبعه ما راح يكون في وضعيه مريحه للثمانيه، ومع ذلك يعني لعب السبعه يعني. لا شك ان الاداء هذا متوقع من لاعب بقيمه وحجم يعني اللاعب العالمي دارين أبلتون، بطل عالم ايت بول، بطل عالم للتن بول، والتن بول تقريبا مشابهه في طبيعتها للعبه الناين بول مع بعض الفروقات البسيطه، لكن يعني انا قلت لك هو يعني حاضر ذهنيا ونفسيا بدرجه يعني اضعاف ما اللاعب الياباني يعني حاضر. في خبر ثاني على الطاوله الثانيه ابو عيسى، قلنا الفرق الان 4 أشواط لصالح اللاعب لي هي وين من الصين، 6-2 الان للاعب الصيني. نعم. وللتو اللاعب راف سوكي اعطى بول ان هاند للاعب الصيني، يعني يقول له خذ السابع، فالمباراه مرشحه انها هي توصل 7-2. نعم، اذا نشاهد اللاعب داري أبلتون ياخذ وقت الكافي لتنفيذ هذه الكره، وكره صراحه موقعها صعب جدا الايد يعني. هو يمكن الصعوبه اللي قاعد يواجه فيها دارين أبلتون واللي بسببها قاعد يتردد الان، ما هو اسقاط الثمانيه بقدر ما هو وين بتوقف التسعه بعد ما يسقط الثمانيه. نعم، يعني هو يدري انه لازم يلمس الله. والله لعبه ممتازه، والله لعبه ممتازه يعني، ما تصدق حجم المخاطر اللي خاطر فيها اللاعب دارين أبلتون فقط لكي يتحاشى انه يلمس التسعه، لان شفت كان يعمل سكراش. اي يعني هذه احتمال سكراش فيها عالي جدا، ومع ذلك فضل انه يلعب اللعبه المخاطره. هنا يعني تتضح قيمه هؤلاء الابطال ابو عيسى في بعض اللحظات والقرارات اللي ممكن الكل يتردد. يا ساتر يا سلام، صراحه انا وقف قلبي يعني كاد ان يتركها يعني هديه يعني اللاعب الياباني. يعني شفنا كثير من هالحالات ابو عيسى الكره تقف فعلا. صحيح، انما السبيد اللي لعب فيه اللاعب دارين أبلتون يعني كان ما هو سبيد عالي لدرجة أنه لو يعني سبيد عالي كان وقفت. لو سبيد عالي كان وقفت. نعم، لاعب خبرة يعرف كيف يتصرف مع الكور. حصل سكيد أبو عيسى. شف نعم حصل سكيد خفيف، شفنا يعني ردة فعل التسعة بعد ما لمسها الأبيض، ما يعني كان فيها سكيد. يعرفون لاعبي البلياردو معنى هذه الكلمة، خشونة بين في نقطة الاصطدام بين الكيوبول وال يعني والكرة الهدف، كانت واضحة جدا في الإعادة بالبطيء. نعم صحيح، نعم إنه كان في سكيد يعني بسيط، يمكن لاحظنا التسعة بعد ما لمسها الأبيض كان سوى جنب خفيف جدا، الشيء هذا طبعا يأثر على مسار الكرة. صحيح.
يعني لحسن حظ اللاعب دارين أبلتون انه ما كان فيها زاويه كبيره يعني البيضة والتسعة، والا كان فعلا يعني تركها جاهزه على الباب. اذا داري أبلتون يفوز بهذا الشوط بعد الجهد وبعد اللعبه ممتعه منه، خصوصا في تنفيذ الكره رقم 8 حيث تحاشى وابتعد عن الكره رقم 9، لان لو ضرب 9 ممكن وين توقف ما يدري في وين. لكن الان نشوف اعاده، احنا بس نبي نشوف اللعبه رقم يعني كانت المشكله ثمانية. عند اللاعب اوهي في بوزيشن الخمسه للسته ما كان في زاويه مريحه، الشيء طبعا ترتب عليه سلسله من الاخطاء، اضطر انه هو يلعب دروباك يعني بخط مستقيم. هذه لعبه السبعه كابتن، شوف والله لعبه عبقريه صراحه. شوف الثمانيه وهذا احلى منها، يعني حقيقه ثلاث ضربات كل واحده اصعب من الثانيه، حتى التسعه هذه اللي شكلها في الشاشة بسيط وسهل. لاحظت الحركة اللي سواها اللاعب دارين أبلتون بيده؟ نعم. ويؤشر الآن على الـ على الـ على الـ على الـ على الجيس أو على الكلوبول. هو لاحظ الاسكيد، لأن اللاعب يشوف الاسكيد قبل لا توصل الكرة للباكت. فيعني تضايق لما شاف الاسكيد وخشى إنه يفقد الشوط، ليس بسبب خطأ فني، لما هذا يصنف صراحة في سوء الحظ إنه يحصل معك اسكيد. الآن يعني أيضا سوء الحظ للاعب الياباني. يعني والله هو ما استفاد منه في البداية، يعني العدالة تقول إنه لازم يكون الحظ يعني مناصفة بين طرفي المباراة. دارين أبلتون عانى من سوء الحظ في بداية المباراة وكان قادر إنه هو يتصرف دائما. خلي الحظ شوية يختبر اللاعب الياباني، وإذا كان عند الرجل إمكانيات يعني ليظهرها، أعتقد إن هذا الوقت المناسب وهذه اللحظة المناسبة. أنت موجود في قبل النهائي في يعني في أعلى بطولة عالمية موجودة للعبة النايبول. شوف لعب لعبة البوش أوت، أعتقد بيلعب لعبة الجمب. يعني واضح أن البوش أوت يقصد فيه أن الجمب، يمكن يأمل أن اللاعب دارين أبلتون يطمع بالجمب وهو اللي غامر فيه، لكن يعني اللاعب البريطاني مدرك أن اللاعب الياباني الآن ما هو مرتاح ولا هو في وضع الفني السليم، يعني من المستبعد أنه ينجح في هذه اللعبة. في حال نجح أعتقد أن جزء كبير من ثقته اللي فقدها أوهي في الأربع أشواط الماضية يعني راح يستعيدها بهذه الضربه. ممتاز ضربه جدا ممتازه للاعب الياباني، يعني فعلا كان يحتاج هذه الضربه وهذه اللحظه ابو عيسى وهذا الشوط حتى انه يستعيد يعني جزء من ثقته المفقوده بسبب الكثير من حتى تفاعل الجمهور. شوف تفاعل الجمهور، الكثير من الاخطاء الفنيه اللي ارتكبها هذا اللاعب الكثير من الاخطاء الفنيه اللي ارتكبها اللاعب الياباني أوهي، يعني هذه قد تعيد له شيء من الحيويه والنشاط. والان نبتدي نلاحظ في قوه الضربات اللي قاعد يلعبها اللاعب، قاعد يحاول يفرغ الضغط اللي كان موجود ابو عيسى، كان عليه الظاهر يعني ضغط كبير جدا. الان بدا شويه يعني يتحرر من الضغوط ويبتدي يبادل اللاعب دارين أبلتون اللعب. عنده امكانيات والله ابو عيسى، بس ذهنيا ما هو حاضر. يعني الامانه يعني أنا لعبت هذا عشان أكون منصف، يعني إمكانيات الفنية عالية جدا، لما يمكن حضور الذهني والنفسي ما هو عالي. وصدقني الأخطاء اللي سواها ما كانت أخطاء لأنه ما يعرف يلعب هذه الكرات، لا، لكن ما كان ثقته في نفسه وثقته في يعني في قدراته الذهنية ما كانت في مستوى الحدث. الآن يمكن لعبة الجمب راح تعيد شوية الدخلة في أجواء المباراة. نعم، إذا نشاهد اللاعب الياباني بعد اللعبة الرائعة الكرة رقم واحد بطريقة الجمب، مشاهدة يسقط الكور واحدة تلو الأخرى. لاحظ حركة لاعب أبو عيسى شلون سريعة. نعم. يعني فعلا خطوته سريعة جدا حوالين الطاولة، عكس اللاعب البريطاني اللي هو ينتقل يعني ببطء نسبي من كرة إلى أخرى. يعني كاد أن يخطأ والله يا أبو عيسى هذه الكرة. ليش كان بدي يخطئ؟ يعني شفت حركة الإيد أبو عيسى، يعني ما حافظ على إيده يعني بخط مستقيم أثناء تنفيذ الضربة، انفعل شوية بالعصا. هذا من الأخطاء. سمعت الكلمة اللي قالها أبو عيسى؟ قال سكيد. نفس الحالة اللي حصلت مع اللاعب دارين. يا ريت نشوفها بالحركة. يعني نبي بلاي باك، شوف التسعة ايش بيصير فيها أبو عيسى. نعم سكيد. نفس الحركة اللي صارت في اللاعب صار فيها جمب البريطاني خفيف. الفرق ان اللاعب البريطاني من حسن حظه كان ستريت لاين، لذلك اللاعب البريطاني طلب من الحكم رائد العيدي تنظيف الكره البيضاء. نعم.
يعني هذه أيضا أنا أصنفها بعيسى في قلة الخبرة. يعني طالما أن أنت يا أوهي لاحظت السكيد اللي صار مع اللاعب دارين أبلتون وأنت تدري أن أنت بتلعب للناين، يعني أطلب تنظيف، كان المفروض نعم كان المفروض أنه هو يطلب يعني تنظيف الكرة البيضاء، تنظيف الكيوبول نعم، حتى تنظيف الكرة التسعة يطلب نعم. منه إذا أراد، هذا ما طلبه داري أبلتون. نشوف القطعة اللي وضعها الكابتن الحكم الدولي رائد الأيدي، هذا تسمى عندنا في اللعبة الماركر، وهي بقيادة كرة بالضبط نعم، عشان تستعيد الكرة الوضع الصحيح الصحيح اللي كانت عليه قبل تحريك الكرة. طبعا الطرف الشخص الوحيد في المباراة اللي يحق له تحريك الكرات هو حكم المباراة أبو عيسى. يعني ممكن واحد يقول طيب خليني أعطني أنا الماركر وأنا بحرك الكرة، طبعا لا يحق لطرفي المباراة نعم لا يحق لطرفي المباراة لمس أي كرة على الطاولة، أي كرة على الإطلاق، إلا يعني الحكم هو اللي يعني مصرح له بذلك. حتى بعد سقوط الناين لابد أن توقف الكرة البيضاء. أي نعم، إذا نشاهد تركيز داري أبلتون لأنه محتاج هذا الشوط، إذا أخذ هذا الشوط يعني ثاني خطأ فني الآن للاعب دارين أبلتون. يحسب لهذا اللاعب صراحة أنه بعد 11 شوط كاملة فقط خطأين فنيات بعيدة يا كابتن. لاحظ لاحظ بعيسى ايش سوى، يعني هذا بعد جزء من الفكر الاحترافي، يعني هو يعلم أن الناين هذه ممكن يخطأ فيها، حرص أن الأبيض يرجع بسرعة حيث أنه يترك للاعب الياباني أوهي لعبة صعبة على الناين. الكرة اصلا كانت بعيدة، الناين كانت في تقريبا في على النقطة، والقيس كان في ايمن الشاشة، والان نفس الوضعية. ممتازة صراحة ممتازة جدا، لعبة صعبة جدا الياباني، لعبة صعبة جدا صراحة من اللاعب الياباني أوهي. يعني الابيض تقريبا يعني ملتصق تماما بالبند او فروزن مع البند، ومع ذلك نجح في اسقاط هذه الكرة رقم 9. انا قلت لك ابو عيسى انه هو بدا يستعيد شيء من ثقته بعد لعبة الجمب، حتى الخطأ اللي ارتكبه في هذا لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه، صار في سكيد لان سوء حظ. يعتبر السكيد دائما يصنف في انه يعني لا يصنف في خانة الاخطاء الفنية المباشرة، لما يصنف انه هو سوء حظ للاعب انه في نقطة تلامس الكرة البيضاء مع الاوبجكت او مع الكرة الهدف يكون في يعني شيء من الشوك او من غبار الطاولة، فيحصل الحالة اللي احنا تكلمنا عنها، انزلاق يعني في اتجاه مغاير للوضع الطبيعي بالنسبة للكرة الهدف، يحصل من وراها خطأ كثير. والله بطولات حتى الوقت اللي اخذناه الان ساعة ونص تقريبا او ساعة واربعين دقيقة بعدد الاشواط يعتبر يعني شيء طبيعي. نعم منطقي منطقي نعم، نعم. مش نفس امس، خصوصا ان احنا في سيمي فاينل، سيمي فاينل اللي يكون الحذر فيها اكثر نعم. ومع ذلك التوقيت ماشي، يعني هذه اللعبة اللي تكلمنا هذه اللعبة نعم. يعني لعبة ممتازة صراحة من اللاعب الياباني، ولولا سوء الحظ والسكيد اللي صار على الناين هذه لما قلت لك انفعل فيها، شفت ابو عيسى نعم. يعني دخل شويه بايده، حرك ايده في هذا السكيد، هذا السكيد ابو عيسى نعم. يعني يمكن العداله يعني تقتضي بان بعد الاداء المميز اللي اداه اللاعب اوهي انه يرجع للشوط، وفعلا هذا اللي صار. الان لعبه ممتازه صراحه، صعبه جدا هذه اللعبه اللي اداها اللاعب الياباني نعم. 7-5 الان، وقيصر الالماني ابو عيسى يعاني في الطاوله الاخرى. 7-2 الان، 5 اشواط كامله يبتعد فيها اللاعب الصيني. اعتقد انها رالف سوكت حتى اشوفه يا كابتن كان ضرب العصا على الارض بعد ما جلس، نعم غير مرتاح، نعم منضغط نفسيا، عندك كور سهله يضيعها رالف سوكت. اذا الان سوف نبدا بالشوط الثالث عشر، النتيجه 7-5 للاعب البريطاني داري أبلتون، والكسره راح تكون عنده، وهو الان ياتي على الطاوله ليطمئن على تراص الكور مع بعضها اللي رصها حكمنا الدولي الكويتي رائد العيدي. كل الشكر لك يا كابتن، ويعطيك العافيه كابتن رائد، صراحه يدير هذه المباراه طرف كويتي، والحكام الكويتيين طبعا غنيين عن التعريف، ما يحتاج اتكلم عنهم، يمكن شهادتي تكون فيهم مجروحه. الله يطول بعمرك يا ابو عيسى. طبعا كسره موفقه للاعب داري أبلتون، لكن شوف الاثنين والثلاثه الله يا ابو عيسى، يعني الزرقاء يعني والحمراء، يمكن موفقه قانونيا لكن قطعا غير موفقه يعني على الاطلاق. لا زال اللاعب أبلتون يعاني، يعني جرب جميع انواع الكسرات حقيقه، يعني اتعاطف كثيرا مع هذا اللاعب، يعني ما بقى اسلوب للمعروف بين اللاعبين للكسره ما جربه،
والى الان لا يحصل على ضربه بدايه سهله في هذه المباراه المهمه والتاريخيه بالنسبه له. ومدرك ان ما في لاعب يمكن يكون حصل على ثلاث القاب العالميه 8 و9 و10 وهو يعني بعيد فقط خطوتين يعني من هذا الانجاز العالمي المميز. ايضا لا يضع كره سهله للاعب اللي كان يحاول عليها. انا استبعد انه لعبها بانك، اعتقد انه هو لاعبها للسيفتي، يعني واضح من السبيد ومن الزاويه اللي اختارها للعبه الواحد، يعني ما خدم الحظ بان الكره البيضاء بدل ما تكون خلف التسعه صارت امامها. الان يعني يستطيع اللاعب الياباني يلعب على الكره رقم واحد، لكن طبعا ما ترك شيء سهل. نعم. ياخذ اللاعب الياباني. اذا نشاهد اللاعب الياباني كيف سيتصرف مع هذه الكره. يلعب لعبه السيف يا كابتن، ويحاول يلعب لعبه السيف بالفعل لعبه السيف، لكن اعتقد انها واضحه من الجهه العلويه الصفر. احتمال تكون يعني ممكن تلمس، بس يعني زاويه البوت اعتقد يعني غير متاحه للاعب البريطاني. خلينا نشوف شنو ممكن يصير الان، راح يبين يعني حسب ما يلعب اللاعب دارن ابلتون بالضبط نفس ما قلت لك ابو عيسى، يعني زاويه يلمسها نعم، لكن زاويه البوت غير متاحه. لانها صعبه سموكر. نعم. ما هذه لعبه التشاينيز اللي نسميها لعبه التشاينيز. نعم. تكون كره خلف الكره البيضاء، فاللاعب يضطر انه يرفع ايده. هذا خطا اخر من اللاعب الياباني، لعب لعبه سيفتي لكن بتقدير سبيد سيء جدا. الان يعني حقيقه يترك مجال كبير للاعب دارن ابلتون بانه يعني ايضا يعوض سوء الحظ ويستعيد الشوط اللي نحب نذكر ان هذا الشوط اللي كسر فيه كسره البدايه هو اللاعب دارن ابلتون. نعم، اذا اللاعب الياباني يعطي فرصه للاعب داري ابلتون لكي يفوز بهذا الشوط، اعتقد الفرصه صالحه لك يا داري لكي تتفوق بالنتيجه 8. اعتقد السبيد اللي لعب فيه داري ابلتون بالضايقه الكره رقم 3 بعد تنفيذ الكره رقم 2، هو كان يبغيها شوي اعلى شوي، كان يبغيها ستريت بول، لكن يمكن السبيد اخطا فيه شوي. نشاهد عليه ونظراته حتى ردت فعله من تنفيذ هذه اللعبه. طبعا الكره رقم 3 هي عائق مواجه للاعب داري ابلتون اللي هي الحمراء، لكن اتوقع انه ياخذ يلعب لعبه السيفتي او ينزلها بالبوكت اللي تحت. نعم نعم، يعني في معلومه عن اللاعب دارن ابلتون، يمكن اللي يتابعون الان المباراه من لاعبي البليارد او السنوكر، واضح يعني في التكنيك بالنسبه للاعب البريطاني انه هو يعني تقريبا مشابه لاسلوب لاعبي السنوكر، يعتمد الاوبن بريدج بشكل كامل، يعتمد الشورت ستروك بشكل كامل، فيعني هو يريد ان يستفيد من هذا الادفانتج انه هو مميز في مساله البوت، واحنا لاحظناه طول المباراه ابو عيسى. نعم. فقط خطأين مباشرين بالنسبه للبوت، وكانت الوضعيه جدا صعبه. نعم. يعني ما ارتكب اخطاء في البوت، يعني تصنف في خانه السهل والمتوسط ابدا، فهو مميز في هذا الجانب الفني. لذلك في كره الاثنين الماضيه، مع العلم انه يعني زاويه الشطف او الفاين كات كبيره، ومع ذلك لعب عليها يعني وهو مرتاح تماما، يستفيد من كل امكانياته ومن كل كروته الرابحه. نعم. يعني اللاعب دارن ابلتون في هذه الامسيه، وهو طلع طبعا الان في طريقه الى الفوز بالشوط الثامن. على الطاوله الثانيه النتيجه 8-2 للاعب الصيني. يعني والله السيناريو سوكت في وضع حرج، يعني السيناريو غريب، يعني 8-2 اخر ما كنت اتوقع اني اشوفه في مباراه يعني نصف النهائي الاخرى، ان اللاعب الصيني يتقدم بهذا الفارق الكبير جدا 8-2 ست اشواط كامله. اعتقد ان رالف سوكيه يعني 70-80% يغار راضي بال 12 يعني والله مو بكيف عاد يرضى ولا ما يرضى، هذا حكم يعني حكم القدر وحكم النصيب. انما يعني حقيقه ابو عيسى يعني الان يعني بديت اشعر بفضول كبير، شنو بالضبط اللي صار مع اللاعب رالف سوكيه حتى ان اللاعب الصيني، طبعا احنا نعلم ان اللاعب الصيني لاعب مميز ولكن قطعا ليس اميز من القيصر الالماني. يعني اخشى ان القيصر الالماني كان يؤدي مباراه سيئه، الشيء هذا طبعا اللي نتج عنه ان يعني تنتهي النتيجه بهذه الصوره.
يا ليت في فترات الصفه لو نشوف الطاوله رقم 12 المخرج، يعني لان اللاعب راف سكير ارتكب خطا ايضا، والان ترك الامور للاعب الصيني، ممكن يتقدم يعني بفارق كبير وكبير جدا. فارق 7 أشواط راح يتقدم لو فاز. اعتقد ان 9-2 بتكون مهمه المستحيله بالنسبه لراف سكير، الا يعني إذا حصلت معجزة إلا إذا حصلت معجزة، يعني وارد هذا الأمر في البليارد لكنه طبعا نادر، يعني إحنا يمكن يكون يعني خصوصا هنا في الدوحة قليل قليل جدا من المفاجآت فيما يخص السكور. طبعا ما شاهدنا حالة مماثلة، لما أنا أذكر أن أنا شفت يعني الكثير من الحالات المشابهة، لعل يعني أشهرها على الإطلاق لما لعب دينيس أوركوليو من الفلبين مع كوبني من تايوان بوعيسى. نعم. لعبوا فاينل في بطولة في 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 تايلاند، وكان اللعب ريس 15، وكان السكور 14-4 لصالح اللاعب دينيس أوركوليو بوعيسى، يعني وكانت الكسرة عند الفايز مو الترناتيف، ليست بالتناوب، كان الفايز هو وينر بريك. نعم وينر بريك يحتفظ بالكسرة، فيعني كسر اللاعب دينيس أوركوليو على افتراض انه خلاص 14-4 والامور منتهية يعني. نعم. كسر ما نجح انه يعني ما طح معه شيء بالكسره، ما نزل شيء بالكسره. وكل عام وانتم بخير، يعني ما شاء الله الطاوله 11 رن من اللاعب كوبني صراحه يعني رقم فلكي جدا، وخصوصا بالفاينل. شوف يعني حتى الحظ ما يساعد الياباني في الكسره، لان احتمال يكون الليجل ابو عيسى، شوف واسقط كره واحده فقط والليجل والخمسه. نعم الليجل، هذا الليجل بريك. الآن طبعا الطاولة تعود للاعب البريطاني درنب. راح نقول ليش اللعبة هذه نحسب الضربة غير قانونية أبو عيسى. قانون البطولة يفترض أن اللاعب يحقق 3 بوينتس في كل كسرة، 3 نقاط. النقاط تحتسب بطريقتين، إما بإسقاط كرات وإما بتجاوز الكرات لخط الكسرة أو الخط اللي كان محطوط فيه الكرة البيضاء في بداية الكسرة. ففي الحالة اللي احنا شايفينها الآن فقط كرة وحيدة سقطت، فهذه نقطة، والكرة رقم 5 تجاوزت الخط، هذه نقطة ثانية، فنقطتين من 3 تعتبر مباشرة الليجل بريك. الليجل بريك، نعم، ضربة بداية غير قانونية، فمباشرة يفقد اللاعب اللي كسر دوره في المباراة، ويحتفظ الخصم بحق إعادة اللاعب للطاولة. نعم. نفس ما شفنا الآن. نعم. يعني شاف الوضعية مو يعني مش مناسبة مريحة. نعم مش مناسبة للعمل اي شيء، فطلب من اللاعب الياباني انه يستأنف اللعب. طبعا بطلب من اللاعب دارن أبلت. نذكر المشاهدين بقانون الليجل بريك اللي حصل، شفنا في بدايه الكسره اللاعب الياباني اسقط كره واحده اللي هي الكره رقم 1، وكره واحده تعدت الخط اللي هي الكره البرتقاليه اللي شاهدها في اعلى الشاشه، هذه كرتين تعتبر نقطتين وتعتبر ضربه غير قانونيه، وبالتالي ينتقل اللعب الى الخصم. اعطى اللعب مره اخرى للاعب الياباني نايوكي. نشوف الان يلعب على اللعبه رقم 2، كان يحاول يسوي سنوكر او سيف، لكن انا اقول صلحت الكره رقم 2. شوف وضعية الكرة رقم 3 وجنبها الكرة رقم 4 في أعلى الشاشة. نعم. وهو بيلعب الكرة رقم 2 اللي موجودة في أسفل الشاشة، يعني مع خط مستقيم مع الخضرة. نعم. يعني يمكن الآن حتى لو كانت الاثنين متاحة لازم يتحاشى الكرة رقم 8. نعم. لازم يتحاشى الكرة رقم 8 ولازم يعمل سبيد كنترول للثلاثة. نجح في انه يتحاشى الثمانيه ابو عيسى، لكن يعني ما صار في 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 بوزيشن مريح لل ممكن يستخدم البند يعني تسقط الثلاثه، يعني ما في شك انه يعني راح يلعب هذه اللعبه، وان كانت تنطوي على مخاطره يعني بعيده شوي عن البوكيت. يعني 8-5 الان، يعني 8-5 اعتقد ما عنده شيء ثاني غير اللعبه اللي هو قاعد يفكر فيها الان. إذا نشاهد اللاعب داري أبلتون البريطاني، كما نشاهد ما تبين الحمراء، راح يستخدم البند في الوصول إلى إسقاط الكرة رقم 3. يا سلام، لعبة جدا جميلة هذه اللعبات، طبعا مش أي لاعب يلعبها، لاعب ثقة طبعا، باعتبار أن الكرة الحمراء بعيدة عن البوكيت مش قريبة، لو قريبة تكون نسبة الاطمئنان فيها 99%. لكن هذه يمكن بعد ابو عيسى اللي خدم اللاعب البريطاني دارن أبلتون
ان مكان الاربعه مو بعيد عن الثلاثه، فما كان يحتاج فقط الا الاسقاط الثلاثه، ومن ثم ينتقل يعني بشكل تلقائي الى الكره رقم اربعه. الان اعتقد ان الامور يعني بدات بتصير يعني صعبه جدا على اللاعب الياباني. نعم، لكن يعني الطرف الثاني في المباراه ابو عيسى السكور فيه تحرك الشيبه شوي، يعني القيصر ثلاثه كم فاز بهذا الشوط 8-3 اخذ هذا الشوط. نعم، واللاعب البريطاني مرشح انه يتقدم بالمباراه الى 9-5، فيعني احتمال كبير بنشوف نهائي اسيوي اوروبي ابو عيسى. يعني بنشوف اوروبي اسيوي، اوروبي اسيوي بس الحين ما دارن ابلتون مع ليهي وين الصيني. نعم، ما ادري انا لحد الان ما اقدر اتكلم لانه يعني ما خلصت المباراه. الحقيقه راح يكون في يعني اثاره كبيره اذا سواء اللاعب الياباني انقذ نفسه من هالموقف الصعب او اللاعب راف سوكي. يعني هني فرق 4 أشواط وهناك فرق 5 أشواط، يعني مساله يعني فعلا جدا صعبه. نعم، اذا نشاهد اللاعب داري ابلتون بعد اللعبه الرائعه، لعبه الكره رقم 3 اللي اسقطها بطريقه البند، ينتقل من كره الى اخرى، والان يتبقى له هاتان الكرتان الثمانيه يسقطها بنجاح، والان الثمانيه اعتقد سهله ما يحتاج فيها اي مجهود. نعم، يسقطها ويتفوق الان ويحرز الشوط التاسع، تصبح النتيجه 9-5 للاعب داري ابلتون، ونشاهده يستعد من الحكم لحق للاعب الاستعدام الحكم اذا طلب منه مده دقيقتين فقط بعد البريك. طبعا بعد البريك لان بعد الشوط السابع يحق اللاعبين اخذ بريك مده 5 دقائق، ولكن بعدها اللاعبين يستطيعون ان يستاذنون لمده دقيقتين فقط. نعم، القيصر ما ادري تو قاعد شوي تو نش يعني والله يعني الامور فعلا صعبه على اللاعب الالماني راف سوكي. يعني حقيقه انا فعلا الان يعني عندي فضول كبير جدا اعرف بالضبط اللي خلى المباراه تصل الى 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 ما وصلت الى 8-3 لصالح اللاعب الصيني. ليس طبعا انتقاصا من قدر اللاعب الصيني ليهي وين ابدا، لكن يعني حقيقه من المهمات الصعبه جدا انك تفوز على اللاعب الالماني وبفارق كبير نفس ما الان يفعل اللاعب الصيني، الا بسيناريو يعني نادر حدوثه. يعني بهذا السبب وعيسى انا عندي فضول، كان ودي اعرف بالضبط شنو كان قاعد يصير على الطاولة اللي خلى الأمور تصل إلى ما وصلت إليه. نعم، الآن السكور 9-5 للاعب البريطاني كما نشاهد. أعزائي المشاهدين، نشاهد اللعبة، هذه لعبة الاثنين. نعم، لعبة الاثنين جدا رائعة، والأحلى منها لعبة الثلاثة. نعم، كانت لعبة الثلاثة بطريقة البند جدا لعبة رائعة. تصادم أو لما الكرة تضرب في حافة الجيب يا كابتن، أحيانا القوة أو قوة الضربة ممكن تخلي الكرة توقف. نعم صحيح، لكن يعني طبيعي إن تقدير هؤلاء المحترفين يعني يختلف طبعا عن اللاعبين الهواة أو اللاعبين اللي أقل مستوى، هم يقدرون تماما يعني وين ممكن يكون المكان اللي يعني الكرة تلمس البند. نعم، لكنها تسقط أيضا. نعم، في البكت. إذن الآن سوف نبدأ بالشوط الـ15، وكما ذكرنا الأشواط الفردية للاعب داري أبلتون، وهو الآن طبعا مرتاح أكثر من اللاعب الياباني، عنده 9 أشواط، باقي له شوطين ويلعب المباراة النهائية. اللاعب داري أبلتون متفوق نتيجة 9-5. سوف نلعب الآن الشوط الـ15. نعم، داري أبلتون عند الكسرة. ما أدري كابتن خالد، أشوفك ساكت، أنت نظراتك على الطاولة الثانية أنا أعرف. والله يعني فيك فضول، حقيقة يعني 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 فيني فضول كبير وكبير جدا، لأن قلت لك اللاعب راف سوكي من أفضل لاعبين العالم على الإطلاق. يعني عشان توصل معاه بالمباراة الى 8-3 يعني لابد من حدوث كثير من الاشياء استثنائية، وهو طبعا في النهاية لاعب بلياردو يعني وينطبق عليه ما ينطبق على الاخرين، لكن
لكن يعني امر عجيب انه يعني ليه وين من الصين بدون اي انجاز فردي مميز، يعني على المستوى الفردي يعني ليس لدى هذا اللاعب اي انجاز مميز، لكنه حصل في الزوجي مع زميله الاخر ايضا من الصين، حصلوا على كأس العالم يعني للبلياردو الزوجي مرتين. يعني كنت افترض مثلا ان احنا ذكرنا ان اللاعب ليه وين يعني عانى حتى ان يتجاوز لاعبنا عمر الشاهين في دور 16، وعانى ايضا في دور الثمانيه مع يعني بطل اسيا اللاعب الفلبيني انطونيو جابيكا، والذي هو طبعا احد الطواقم الفنيه في الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، فاز فصال. نعم. والان ياتي مع راف سوكي يعني يعني ويتقدم بهذا الفارق الشاسع، يعني يعني الواحد ما عنده كلام يقول الا انه هي بلياردو. شوف اللعبه الجميله اللي لعبها داري ابلتون، لعبه امان جدا رائعه، مع انه عند لو كانت الكره البيضاء لازقه في السوداء راح تكون في مشكله. لا بس انت ما لاحظت شيء ابو عيسى، نفس السيناريو الى الان لا يحصل اللاعب ابلتون على بدايات سهله في كل اشواط، ولا شوط ولا شوط شوط الى الان، شفت راح يمين راح يسار راح في النص، ما بقى مكان من الطاوله ما كسر فيه. ولا يزال سوء الحظ حقيقه يلازم اللاعب البريطاني ابلتون، ومع ذلك ابو عيسى شوف هذا الاحتراف، ومع ذلك انظر الى السكور على الشاشه، متقدم اللاعب البريطاني 9-5، فارق اربع اشواط كامله مع كل الظروف السيئه التي يعاني منها. هذا صراحه درس كبير وكبير جدا كلنا نستفيد منه. انا شخصيا صراحه يعني يعني اقدم كثير من الاحترام لهذا البطل الكبير، كيف قادر انه هو يلعب يعني ضد هو ضد نفسه وكانه قاعد يلعب ضد اثنين ابو عيسى، صحيح يلعب ضد الياباني وهو خصم جدير بالاحترام، ويلعب ضد الظروف ويلعب ضد طموحاته وأحلامه ورغباته الخاصة والشخصية، ويتغلب على كل هؤلاء ويستبقي فقط ما لديه من إمكانيات فنية على الطاولة، ويعني يسير المباراة فعلا كيف ما يشاء وينتقل فيها من شوط إلى آخر ومن مشكلة إلى أخرى. يعني عبقري للغاية صراحة دارين أبلتون، يحترم حقيقة على هذه المباراة الصعبة اللي قاعد يأديها اليوم. صراحة هو لعب اللعبة هذه بس ما كان يبي القيس بهذه السرعة، طبيعي كان يبي الكرة البيضاء تكون موجودة خلف الثلاثة، لكن أيضا لا يترك يعني أشياء سهلة للاعب الياباني دارين أبلتون، للاعب الياباني عفوا أوهي. فيعني خلينا نشوف شنو ممكن يعني يكون لدى اللاعب الياباني. احنا قلنا هو استعاد شيء من التوازن النفسي، صحيح، لكن أول اختبار كان للشوط الماضي وفعلا نجح في أداء شوط ممتاز، هذه ثاني مرة نشوفه بعد استعادة الثقة لما لعب لعبة الجنب إذا تذكر أبو عيسى. خلينا نشوف شنو ممكن يكون عند اللاعب الياباني يقدمه في الـ. هذه يمكن تكون هدية يعني الواحد اشتريت مع للبوكت اللي على اليمين العلوين، يعني والله لا والله مستحيل يروح طوكيو ريال، ما يبي ينطر، مستحيل. ها في طيارة يعني في طيارة بالليل مو إلا طيارة المغرب يعني. نشوف فعلا يعني مشكلة تعطي دارين أبلتون يعني حتى الأشياء اللي نسبيا تعتبر يعني صعبة على بعض اللاعبين خصوصا لاعبي البليارد، يعني عند هذا اللاعب إمكانيات بوت هائلة جدا، ويعني وأظهر هذا الأمر في 14 شوط الماضي أبو عيسى في أكثر من اختبار، إذا تذكر لعبة الثمانية الجميلة جدا اللي أداها، صحيح يعني رجل مميز في إمكانيات البوت، حتى لعبة الثلاثة الشوط اللي قبل هذا. نعم. لما كان لعبها بطريقة. نعم. البند يعني فما ينفع أن أنت تعطي يعني لاعب بهالوزن وبهالمكانة، يعني ما أدري كان قرار السيفتي أعتقد ما كان حكيم من اللاعب أوهي، لأن في سيفتي يحتاج إلى سبيد كنترول، المفروض أن اللاعب يبتعد عنه في هاللحظات اللي فيها ضغط كبير. بس اللاعب الياباني لو كان ضرب السيفتي الواحد بالبند وخلى القيس فوق ويرجع عند يعني الاثنين مثلا، يعني كان في افكار ما تحتاج ان انت تدخل في مساله السبيد كنترول، كان المفروض العكس الضربه، يعني راح على اصعب اختيار ممكن انه يلعب سيفتي. ما طبعا الامر ما يعني ترك لعبه سهله جدا اللاعب، اصلا الخطا حتى بالنسبه للاعب الياباني كان في هامش كبير. يعني الان الامور يعني خلاص يعني بدات يعني تتضح بشكل كبير شنو ممكن يكون
الطرف الاول في نهائي اليوم، وايضا في الطاوله الثانيه الان بدا القيصر الالماني يصحى، بدا الالماني يصير الماني، بدا يسحب شويه ابو عيسى يعني. لكن حقيقه راح تكون مهمه صعبه جدا 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 يعني ان اللاعب الالماني يفوز في مباراه اليوم. ثمان اشواط مقابل اربعه يعني يسويها شيبه. والله هي تصير مو ما تصير بالبلياض، لكنها حقيقه راح تكون يعني منتهى الدراما والاثاره اذا فعلا نجح اللاعب راف سوكي في انه يعني يكسب هذه المباراه. ثم ان اللاعب الصيني له سوابق، يعني تذكر ابو عيسى مع عمر شاهين في دور 16 نعم. كان متقدم 9-5 وقدر انه يلحقه عمر، مع ايضا مع توني جابيكا كان متقدم 9-6 وقدر يلحقه جابيكا. الان يعني يخسر شوطين على التوالي لما وصل للرقم 8، والكسره الان عند اللاعب راف سوكي ابو عيسى 8-4، ممكن تنتهي الامور الى 8-5 ويبتدي شويه يضغط على يعني على اللاعب الصيني لي هيون. الان اللاعب داري ابلتون عنده مشكله بسيطه فقط، هي الكره رقم 5، الكره رقم 7 اللي قدامه شوي مضايقته، بنشوف راح يستخدم البند. يعني احنا قلنا ان اللاعب دارن ابلتون عنده امكانيات بوت عاليه وهائله، لكن طبعا في النهايه يعني هو ظل في حدود البشر. يعني لو نعدل الفوكس على 7 شويه، نرجع نفس الزاويه نعدل الفوكس على 7، ممكن اقول لك ابو عيسى يعني شنو ممكن يكون من تقدير يعني لهذه اللعبه. انا اعتقد انه راح يلعبها سيف. راح يلعبها بوت في البند. نعم في البند، لما هذا اللي كان خايف منه وخلاه متردد ابو عيسى. طيب كان لعبها اقوى ما يعني تروح، هو ما كان يبي يلعبها اقوى ابو عيسى، يعني هو لعبها بشكل ممتاز جدا، ما كان يبيها تروح. لا كان يبيها تروح ابو عيسى. طيب راحت لزق يعني تقديره في مساله الفولو كانت يعني ما هي سليمه، ولا كان متوقع انه هو يلمس السبعه بالسبيد اللي ما يحرك السبعه. يعني لو كان الابيض في سبيد اعلى او اقل، اذا كان اعلى يحرك السبعه فبالتالي يشوف السته. اذا بسبيد اقل مو المفروض ان الابيض يلتصق بالسبعه، فيالها بالسبيد ابو عيسى اللي يعني المميت في اللحظه اللي لمس فيها السبعه وقف الابيض، ما كان في يعني شعره بنزين. الان يعني داري ابلتون يا تصيب هذه الضربه او تخيب، فما اعتقد لاعب مثل داري ابلتون يخطئ، خصوصا انه محتاج. يا ساتر حرك الناين، هذا فاول يعني اساسا اللعبه. نعم اساسا اللعبه كانت صعبه ابو عيسى من اللعبه الخامسه. نعم يعني شوف الان الحظ شلون يخدم اللاعب. وهي حتى الان الاخطاء اللي ارتكبها داري ابلتون في ظروف استثنائيه جدا، ويجي اللاعب الياباني بولن هاند واربع كرات من اسهل ما يمكن، وممكن يعقد الامور يعني ما يعني له سوابق في المباراه. لكن اذكرك ابو عيسى انه بعد لعبه الجم يعني استعاد شويه من التوازن النفسي وبدا يؤدي شويه بثقه وثبات اكثر، فعلا كان بحاجه هذه الفرصه. الان 9-6 وبالكسره بتكون عنده ان شاء الله. نعم بتصير 9-7 بالشوط ال 16، فممكن يعملها 9-7 ويبتدي فعلا يغير حظوظه في هذه المباراه. نعم اذا الفرصه جات في صحن من ذهب اللاعب الياباني. ما اعتقد راح يفرطها. نعم الياباني يحرز هذا الشوط، تصبح النتيجه 9-6، وطبعا بنروح على الشوط 16 والكسر راح تكون ايضا عند الياباني فرصه لكي يقلص الفارق الى شوطين فرق فقط. الان نشاهد الطاولة رقم 12 الصيني قاعد يلعب الآن الدور عنده، والنتيجة 8-4. هذا طبعا داري ابلتون كان ندمان على تنفيذ الكرة رقم 5، ما كان متوقع أن القيس يلصق في الكرة رقم 7. أشوف الصيني هناك ضيع كرة ويعطي الفرصة للاعب رالف سوكت الألماني على الطاولة الأخرى. شوف تابعه، هل كان ممكن يجيب القيس في زاوية ثانية؟ يعني هي وضعية الطاولة بعد الكسرة انتهت بالشكل اللي كنا شايفينه أبو عيسى، يعني لم يرتكب اللاعب أي أخطاء حتى أنه يحاسب، بالعكس يعني يحسب للاعب
يعني أبلتون استطاع أن يعني يسقط الخمسة، إنما كان تقديره لسرعة الأبيض ما يعني غير صحيح. وقلت لك مع الأسف يعني يعني وصلت الكرة البيضاء بالسرعة يا أبو عيسى اللي لا هي وقفت قبل السبعة ولا هي شوية صقت يعني يعني دزت السبعة سحب هند بريك عندها يعني وصل للسبعة في لحظة التلامس وقف. وهذه من اللعبات طبعا اللي اللاعب مثل ما نقول بعباراتنا احنا ينقهر عليها او طبعا تسبب له طبعا ضغط نفسي. شوف داري أبلتون طبعا كان وده وكان امنيته انه يفوز بهذا الشوط كي يصبح 10-5، لكن صارت النتيجه انقلبت فصار 9-6 الان. نايوكي عند الكسره وسكوره طبعا فوق 6-9 متاخر، والتسابق الى 11 شوط طبعا نايوكي يبي له 5 اشواط وداري أبلتون شوطين فقط. الان ايضا بعد ما عنده كسره طبعا يعني ممتازة على الاقل لك. على الاقل يعني قاعد احسن من لا شيء احسن من القبليات يعني أبلتون مستعد يمكن الليغا لابو عيسى صح ثلاث مرات الان ثلاث مرات يتحسب يعني كسره غير قانونيه على اللاعب الياباني اوهي نجح باسقاط كره واحده فقط والثمانيه مثل ما احنا شايفين تجاوزت الخط ثمانيه تقريبا على الخط بالضبط او نعم. ثلاث ارباعها نعم على الخط من طبعا الداخل. يحسب تجاوز الكره ابو عيسى من يعني من مركز الكره او من سنتر الكره اذا تجاوز الخط ولا لا نعم. الان يترك فرصه سانحه جدا للاعب دارن أبلتون انه يفوز المباراه يفوز نعم. المباراه انه ياخذ الشوط العاشر وهو اهم شوط تقريبا يعني يصل للاعب في المباراه ومن ثم يلعب على الشوط الاخير اللي هو شوط الانتقال الى المباراه النهائيه. يمكن الان الشيء الوحيد اللي في بال لاعب دارن أبلتون البوزيشن على الاثنين، يعني هو ترى ما كانت زاويه النص يعني متاحه بالكامل، حاول انه يعني شو شايف شلون حاول انه يلف الواحد بالسايد او بالانجلش يعني شايف شلون بالضبط نفس ما صحيح. كان يعني السبعه كانت مغطيه الزاويه الطبيعيه للواحد يعني حتى شوف الا الان ابو عيسى ما ارتكب خطا فني في البوت سهل صح كل الاخطاء الفنيه الان ثالث خطا فني يرتكبه في البوت وكلها يعني فعلا اشياء صعبه واستثنائيه اشياء صعبه خصوصا نعم. مثل هذه الكره شفنا كيف لف القيس نعم. عشان يسقط الكره رقم واحد في البوكت الوسطي مع العلم ان البوكت الوسطي من اصعب البوكتات موجوده يعني. في الطاوله يعني مثلا السبعه كانت مغطيه والزاويه الطبيعيه مبينه للواحد واساسا يعني حاول انا استغرب انه هو ما حاول يلعبها مثلا في البوكت الكورنر لانها كانت يعني متاحه بالكامل. يمكن الشيء الوحيد اللي كان فيه مشكله انه يحتاج انه يلعبها بقوه اكبر اذا بيلعبها فوق عشان بوزيشن للتو عشان بوزيشن الاثنين، فيعني انا كنت افضل انه هو هذا من الاخطاء وفرصه للاعب داري أبلتون. طبعا في هذا الخطا من حق اللاعب ان يشيل القيس، نشوف الحكم رائد العيدي ينظف القيس ويعطي اللاعب داري أبلتون وداري أبلتون يحطه في اي مكان يحطه، طبعا بيحطه عند الكره رقم اثنين يعني لو كان حظ دارن أبلتون ابو عيسى اليوم غير يعني حظ طبيعي، لان انا صراحه شايف ان سوء الحظ اللي معاه فعلا مو طبيعي صح من الكسره اي لو كان حظه يعني اعتيادي نفس ما احنا قاعد نشوف في كل المباريات كان بقول لك ان هذه اخر مره نشوف اللاعب وهي على الطاوله يعني، لان هذا الشوط ما في يعني ما في مشاكل فنيه كبيره، كل اللي مطلوب من اللاعب دارن أبلتون انه هو يحافظ يعني على البوزيشن وينتقل من كره الى الثانيه بسهوله ومن ثم الكسره بتصير عند أبلتون. بس دائما يعني حقيقه كسره أبلتون يعني موعوده بمشاكل، ممكن ينصف الحظ ابو عيسى. والشوط الوحيد اللي ممكن يلقى فيه فرصه بدايه سهله هو لما صار في نهايه المباراه، اعتقد من العداله يعني من العداله حقيقه ان الشوط القادم يعني شويه ترحم الكسره نعم تعطي فرصه انه هو يعني يلعب بشكل مريح ويحاول على الاقل يعمل رناوت واحد في نعم على الاقل يمتعنا برناوت يعني توصل نهائي ما عملت رناوت واحد مشكله والله يا ابو عيسى طبعا هيتاثر نفسيا عزيزي المشاهد ان لما لاعب يكسر وما يوفق فيها نعم. والعكس صحيح لما يكسر ويعمل رناوت ويخلص للشوط. الان داري أبلتون طبعا استانس لما شاف القياس حقيقي وقال هذه فرصتي وما راح اضيعها نعم. اعتقد
حتى في الشوط اللي يليه إذا فاز دريا بلتون بهذا الشوط راح تصبح نتيجة 10-6 وراح تكون الكسرة عنده. أعتقد راح يكون أو يحط كل لعبة في الكسرة، لأن الكسرة هي مفتاح الشوط، شوط المباراة. يعني الكسرة معندتها من البداية كابتن خالد. نعم والله هي يعني حقيقة سوء حظ غريب جدا. أنا لأول مرة أشوف مباراة بهالليفل وما ينجح اللاعب حتى أنه يعني يشوف فرصة واحدة، يعني أمر عجيب صراحة. ويحسب حقيقة للاعب دارن أبلتون قوة الشخصية في أنه مع كل الظروف السيئة اللي قاعد يمر فيها بالمباراة، إلى أنه هو فعلا الطرف المتقدم في المباراة، وهو طبعا مرشح بشكل كبير جدا أنه يكون يعني أول أطراف المباراة النهائية. نعم، إذا نشاهد داري أبلتون يستخدم الريست ومن الأكسسوارات المساعدة إذا كانت الكرة بعيدة عنه، ما بيرهق نفسه ونزل جسمه كامل على الطاولة، فعنده هذا الريست يساعده يسقط الكرة رقم 8، والآن هو باتجاه لإسقاط الكرة رقم 9 للفوز بالشوط العاشر له شخصيا. نعم، كرة رائعة، داري أبلتون يفوز بهذا الشوط 10-6. داري أبلتون 10-6، والآن الكسرة عنده وراحت فرصتك يا يوقف ابو عيسى. الان السكور 8-5 لصالح المرسيدس الالماني اشتغل. نعم يعني ديزل هذا. نعم، الان اللاعب الالماني يحاول يستعيد شيء من التوازن، وقدر يربح 3 اشواط، يعني كانت 8-2 واصبحت الان 8-5. نعم، رالف سوكت طبعا يستطيع ان يسيطر على نفسه، اللي هو على الشوط على طاوله رقم 12، الطاوله الثانيه غير الطاوله اللي منقوله لكم. نشاهد الان نشاهد هل في بعض الحركات، هل شاهدت في يعني بعض اللاعب يسوون حركات للاعب الاخرين يعني ينرفز، يحاول ينرفز. نعم، يعني هو طبعا يحصل لا شيء، شفنا امس اي يعني يعني الامر يحصل اكيد، يعني هو موجود في كل انواع الرياضات. نعم، يعني نشوف احنا في كره القدم، ويعني ونطحه زيدان الشهيره لا تزال موجوده في الذاكره. نعم، لما ماتيراتزي استفز اللاعب الفرنسي زيدان واقصى من المباراه النهائيه، يعني هذه المسائل يعني وارده ولكنها نادره جدا في لعبه البليارد، خصوصا يعني في هذا المستوى العالي ابو عيسى، لانه يعلم اللاعب الان ان يعني عيون الجمهور والصحافه والاعلام والتلفزه، الجميع يعني يراقب ويشاهد. نعم، والاكيد الان مثل ما يعني سبق وذكرنا في بدايه النقل ان هذه المباراه منقوله على موقعنا في الانترنت، في الانترنت. نعم، موقع الدوري والكاس على الانترنت، منقوله لايف على الانترنت، ومشاهدين كثير من انحاء العالم الان يتابعون المباراه. فيعني لا شك ان اللاعب راح يكون حريص على صورته الاعلاميه، وراح يعني يكون مستوى انضباطه يعني السلوكي والاخلاقي في اعلى الدرجات. نعم، اذا نشاهد حكمنا الدولي الحكم الكويتي رائد العيدي يصف الكور وفي حال نفسه يقول يا داري أبلتون خلص، لان انا حكم وعرف ما يعانيه الحكام. نعم، من الوقوف على الطاولات. شفنا امس حكمنا سالم العنزي تقريبا 3 ساعات و12 دقيقه. والله يعني والله اوجه يعني تحية على بلياردو، يعني مش سنوكر. والله اوجه له تحيه، سواء يعني الكابتن سالم او يعني اخوي العود ابو حمد، يعني حقيقه الله يعطيهم العافيه الحكام على المجهود المبذول. تخيل ابو عيسى في هذا المشهد كله، في هذا المشهد الجميل، في هذا المونديال الكل يستريح، الكل بلا استثناء ابو عيسى. نعم، جمهور مستريح، اللاعب تاتي فترات يكون جالس على الكرسي، احنا بالنسبه لنا كاعلاميين الا الحكم ابو عيسى هو الواقف، هو الوحيد اللي واقف على رجوله الى نهايه يعني الى نهايه المباراه. حقيقه الله يعطيهم الصحه والعافيه. خلينا نشوف عاد ابو عيسى، هل الحظ يبتسم ولا يستمر نفس المسلسل؟ نفس المسلسل. يعني والله حظك غريب اليوم يا أبلتون، يعني نفس المشهد، يعني لا يخدم الحظ ابدا اللاعب البريطاني دارن أبلتون. ينجح طبعا في اسقاط كرات في كل مره، لكن يعني سوء حظ غريب. انا صراحه يعني ابي اطلب اذا كان يسمعني زميلي يوسف او زميلي عبد الرحمن، يعني اتمنى ان يجب ان يسال دارن أبلتون، يجب ان يسال حقيقه يعني دارن أبلتون عن سوء الحظ في الكسره. يعني هذا واحد يكون اول سؤال ينسال
يعني شلون كيف قدر يتعامل مع المتغيرات النفسيه اللي ترتبت على 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 سوء الحظ الغريب اللي كان موجود في البريك. نعم، هذا سؤال يا ريت يسأل اخونا عبد الرحمن عبد الجبار للاعب داري أبلتون، لأن صراحة 11 كسرة ولا كسرة ولا كسرة، يعني شيء غريب صراحة. راح يمين راح يسار، صحيح نشوفه والله بدأ هو كبداية بدأ من النص اليسار، نعم، وبعدين من النص ويسار ويمين وراح كسر قوة بشوي، ما في فائدة يعني حقيقة أمر عجيب، يعني 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 من الحالات الاستثنائية والله أبو عيسى، ويحسب أيضا اللاعب دارين أبلتون، وهذا يعكس لك طبعا القيمة الفنية العالية جدا، يعني السيطرة على الأعصاب، يعني سوء حظ غريب وهو مسيطر على المباراة وفارق بعشرة ستة، فما بالك لو كان الحظ على الأقل متوازن، ما نبي نقول مع أبلتون، صحيح، يعني لو كان متوازن بين طرفي المباراة كان احنا من زمان الله يسلمك نشرب كافي بال 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 بالكوفي. إن شاء الله بنشرب بعد شوية كافي. طبعا عزيزي المشاهد، لازال الحظ يعاند داري أبلتون في الكسرة فقط، إنما في اللعب لا، جدا مستمتعين بلعبة داري أبلتون الألماني قنيع التعريف، عفوا أنا قلبي مع البريطاني الشيب ذاك. أنت قلبك مع الألماني الحين، مع البريطاني ولا مع الألماني؟ أنا مع الاثنين. يعني الألماني موجود على الطاولة الثانية ويعاني مع اللاعب الصيني، والبريطاني هو اللي موجود معنا على الطاولة الأساسية، طاولة رقم واحد هنا في نادي السد في نصف النهائي لبطولة العالم للناين بول في سنة 2012. إذن داري أبلتون يلعب لعبة البوش أوت، وهي لعبة قانونية بعد الكسرة. واللاعب الياباني نايوكي يقول لا بقين، يعني من حقه. شو تقول أبو عيسى؟ أقول أنا أقول جنب أبو عيسى، أنا أقول جنب. نعم. والواحد تلمس السبعة والواحد تروح في الطرف اليمين تحت في الشاشة في الباكت اليمين. أنا أقول جنب، بخالفك، أنا ودي أخالفك بس هذا اللي راح يصير. هذا اللي راح يصير. خلينا نشوف شنو ممكن يكون بال اللاعب البريطاني. لا أنا أقول راح يلعبها باتجاه شو والله وحاول يعني يستخدم السبعة لكن لو مرة واحدة صحيح، يعني هذه بعد كرة يعني أيضا تنفيذ كرة ليس بالسهل. نعم. إذا شاهدنا لعبة الجنب للاعب داري أبلتون، طبعا تنفيذ الكرة جدا رائع من اللاعب دارين أبلتون، اللاعب البريطاني طبعا الذي عنده الحظ منذ بداية المباراة بالكسرة. أي والله أبو عيسى، كسرة صراحة غريب حقيقي، والكسرة تعتبر يعني هي مفتاح الفوز أبو عيسى، مستحيل 80% من من, نعم. من المباراة. يعني تذكر أمس لما كنا نتابع المباراة أبو عيسى ايش قلنا؟ نعم، قلنا إذا كان الله الله لعبة ممتازة صراحة، لعبة جدا ممتازة ياباني، يعني وإن كانت في الوقت الضايع يعني وإن كان دارين أبلتون يقول يا ريت عندي هند بريك أسحب على الواحد. يعني وإن كان يعني المسألة يمكن فعلا أتت بعد فوات الأوان، يعني 10-6، يعني يحتاج معجزة فعلية اللاعب الياباني لكي يفوز بهذه المباراة. إنما قلنا بالبارحة إذا تذكر أبو عيسى أن إذا تساوى المستوى الفني عند طرفي المباراة الكسرة ما بتكون 50% مؤثرة بالفوز، 100% مؤثرة بالفوز. نعم. ومع ذلك اللاعب الياباني يعني لان يعني حقيقه السكور الان يعكس بالضبط الواقع الفني. لو انت تجي حق شخص وتقول له دارين أبلتون كان الطرف الاميز فنيا لكن كان متقدم 10-6 بيقول لك اكيد الياباني ضيع. صحيح. والا كيف دارين أبلتون متقدم بالسكور مع سوء الحظ؟ يعني فعلا اللي خلى الامور، والا لو كان اللاعب الياباني في تركيزه يعني جت له فرصه ذهبيه جدا. من الصعب جدا تلعب مع لاعب بقيمه دارين أبلتون ويعاند الحظ بهذا الشكل. يعني أتته فرصة تاريخية أنه يكون موجود بالفاينل وفرط فيها لما كان يعني ذهنيا ونفسيا ما كان جاهز وحاضر في بداية المباراة. مثل هذا يعني لو أقوى شوي كان ممكن يكون السنوكر عليه. لا يعني الحين بدينا نشوف اللاعب الياباني يتحرر من الضغط ويؤدي أداء فني عالي، شفنا أخطاء فنية رهيبة صراحة في النص الأول من المباراة. الشيء هذا طبعا كلفه الكثير وكلفه أشواط، الآن يحاول أن يدرك ما يمكن إدراكه. وانا لازلت اقول لك ابو عيسى المساله فعلا يعني صعبه جدا راح تكون على اللاعب الياباني للان الى الان
لم يظهر اللاعب دارن أبلتون أي لحظة من لحظات يعني انه ينهز مستواه او انه يعني يؤدي بطريقة سيئة. نعم نعم. لا بالعكس يعني يؤدي أداء فني راقي جدا. 10-7 الآن والكسرة بتكون عند الياباني. 10-8 إذا سواها 10-8 والله يعني والكسرة عاندت دارن أبلتون. نعم. بالطول المسألة. نعم. الآن كل أمنياتنا أن الكسرة لو مرة واحدة بس. لو مرة واحدة أي والله لو مرة واحدة. يعني الآن اللاعب رابسوكي يخطئ في لعبة كومبينيشن ويترك الناين ويعني تقف تماما في نص الباكت. يا ليت المخرجين يعطونا طاولة 12 على ما يصف الحكم هذا الشوط. لأن في يعني حقيقة أنا قلبي والله رايح منك أبو عيسى إيش رأيك؟ مع الشيبة؟ والله قلبي مع الشيبة حقيقة. قلت لك أنا الشيبة هذا من مرشحيني. يسويها يسويها الديزل هذا يبي له خط. شوف اللاعب الصيني ايضا ضيع. نعم. شوف تفاعل الجمهور في الصاله. شوف 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 الكسره يا كابتن. الهند في الكسره. اي والله يا ليت المخرج فعلا يعطي شايف يعني حزو حظ غريب صراحه لهذا البطل. وشوف اللعبة ممتازة صراحة. اللعب كيك شوت يعني مميز للغاية. إنما أميز كيك شوت إلى الآن شفته أبو عيسى. وحقيقة الأمانة أنا ما أقول هالكلام، أنا يمكن في أشياء ما شفتها في البطولة، لكن حسب اللي أنا شفته بالبطولة أميز كيك شوت إلى الآن شفته. كيك المميز اللي لعبه أمس عمر الشاهين على الخمسة. يعني حقيقة من أجمل الألعاب الفنية اللي شفناها بالدورة. ولا يزعلون مني مشاهدينا يعتقدون اني انا قاعد مثلا اتكلم لان كويتي، بالعكس. لا بالعكس، هذا يعني افضل لعبه شفناها فعلا. يعني في لعبات الكيك شوت كانت من اجمل الالعاب. ضيف عليها الواحد اللي لعبه دارن أبلتون في هذه المباراه تحديدا. نعم. لما لعب الجيس بندين وفعلا قدر انه هو يعني يسقط الكره رقم 1. اذا على الطاوله الثانيه رالف سوكيت يسقط الكره 9 بطريقه الكومبينيشن بطريقه الكره رقم 7 ويفوز بهذا الشوط. تصبح النتيجه 8-6 يقترب الالماني يعني كان شيئا فشيئا. والله انجاز كبير. يعني كانت 8-2 ابو عيسى. نعم. خطره يعني صعبه جدا جدا وثقيله على نفس اي لاعب من 8-2 وتحاول انت تستعيد توازنك في المباراه. الان السكور 8-6 واحنا ذكرنا اذا تذكر ابو عيسى ان اللاعب هذا عنده سوابق، كان يعني يفرق في بدايه المباراه بعدين يحوشه هبوط في نص المباراه. اذا ما استغليت اللحظه هذه يعني يفوز دائما اللاعب الصيني. يعني اذا ما استغليت الفتره دائما عنده مشاكل في الثلث الثاني من المباراه. الثاني نعم. يبدتي بدايه قويه جدا بعدين يعني يمر في فتره كذي بنص المباراه وضعه يعني ما يكون سليم 100% بعدين يسترجع قوته بالكامل في الثلث الاخير من المباراه. يسخن يعني. يعني الحين والله انا يعني ما ادري عن جماعه الصين، لكن انا اقول لك 8-6 الان والبريك عند اللاعب راسو كيف، يعني كل الاحتمالات مفتوحه الان. يعني خطا من اللاعب الياباني. الان هذه فرصه للاعب دارن أبلتون للفوز بهذه المباراه والانتقال الى المباراه النهائيه باعتبار انه باقي له شوط واحد فقط. يعني فرصة ذهبية لدارن. كل الأمنيات من دارن إنه ما يستعجل في هذا الشوط. نشوف الياباني وعلامات. خلص بطل الماي بعيسى. يقول لك أربع غراش تحت عنده. خلص بطل الماي بعيسى. والله لا يلامون حقيقة يعني. صراحة أعصاب. حجم الرهان ضخم جدا أبو عيسى والله، فلوس ويعني ومركز وقيمة ولقب عالمي. يعني انت بعيد فقط يعني مباراه واحده بطريقه والله الجامبيا. واللاعب الياباني يعني اتي من مشوار طويل جدا من التصفيات. يا سلام، لعبه جامب جدا رائعه. يعني هذا المنتظر من لاعب بقيمه لاعب دارن أبلتون. يعني حقيقه اداء فني على اعلى مستوى. يعني انا ممكن حتى اكون جريء واقول انه يعني هو المرشح اللي انا عطفا على الاداء الفني اللي شفناه من كل الاطراف الاربعه. احنا شفنا اللاعب الصيني وشفنا رافسوكي وشفنا اللاعب الياباني. يعني افضل اداء فني في هؤلاء الاربعه هو اللاعب البريطاني دارن أبلتون. يمكن عنده لعبه بتكون بعد هذه اللعبه، لعبه الكومبينيشن. لكن سهله ابو عيسى. سهله يعني ثلاثه في الاربعه. ثلاثه والاربعه تقريبا على لاين واحد، فيعني لعبه روتينيه
زائد انه زائد انه يعني الاربع قريبه من البند فالموضوع فعلا يكون سهل. نعم ان شاهد اللاعب هاملتون. نعم لعبه الكومبينيشن وهي لعبه كره في كره، كره الهدف في اي كره، ولو سقطت يواصل اللعب. نعم الان الان يعني يمكن تكون هذه يعني اللحظه اللي شويه يحتاج الى يعني شيء من التفكير، لان سته بعد يعني اذا بيلعب الثلاثه عشان يجيب بوزيشن للسته نص يعني راح يؤدي عمل فني شويه صعب في الثلاثه، وفي هذه الطاولات صراحه من الصعب ان انت يعني تتحكم بشكل كامل، خصوصا في هذه الضربات. نعم. تتجاوز باكت النص وتتجاوز السته في عوده للسته على باكت النص، انما طبعا احنا نتكلم عن دارن أبلتون المفترض ان هي متاحه لكنها ما هي سهله، بتكون يعني بيكون فيها شويه مجهود، او انه يلعب يامن يعني البوت مال الثلاثه لكن راح يحط نفسه في مخاطره نفس ما هو قرر الان، راح يحط نفسه في مخاطره اذا ما وقف بلاين ممتاز للسته. يعني هذا بالضبط اللي كان يتمناه اللاعب دارن أبلتون، اي طلعه للابيض ابو عيسى برا البنت. نعم. ما في مجال خلاص، لانه شايف السته شلون قريبه من بكت النص. نعم. لازم ياخذ الزاويه الخارجيه مش الزاويه الداخليه. لو الزاويه الداخليه بيسقط سكراش. نعم سكراش. نوضح للمشاهدين بان بعد ما تضرب الكوره يسقط القيس، هذا تسمى سكراش. اعتقد ان احنا يعني ثلاث كرات بعيدين، ويعني ونشاهد يعني الطرف الاول في نهائي بطوله العالم للناين بول 2012. نعم اذا داري أبلتون، دارين أبلتون في طريقه الى اللعب الى المباراه النهائيه، باعتبار انه باقي له بس ثلاث كور، السبعه والثمانيه والتسعه. طبعا بعد اللعبه اللي شفناها كره رقم سته، الان بوزيشن جدا رائع، ما يحتاج اي مجهود، مجرد ستوب بول. يعني لا 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 الان اوهي بالشاشه، اعتقد انه ادى مشوار طيب. نعم. وممتاز جدا في اللعبه. نعم نعم يعني من ستيج 1. نعم دارن أبلتون يعني يفوز بهذا الشوط، وهذه المباراه تصبح النتيجه 11-7. اعزائي المشاهدين، دارن أبلتون يلتقي الى المباراه النهائيه، وشكرا زميلي العزيز كابتن خالد مطيري على هذا التحليل الرائع، بانتظار الانتقال بكم الى الاستوديو التحليلي. هذا محدثكم وليد المناعي، فإلى هناك. إذن دارين أبلتون هو أول الواصلين إلى المباراة النهائية، في انتظار من سيفوز في المباراة التي تقام حاليا بين رالف سوكي ودي هي وين. نبارك لأول الواصلين دارين أبلتون، ونقول حظ أوفر لهوي الذي قدم مباراة ممتعة وقدم أداء رائعا منذ بداية البطولة. أرحب بكم ضيوفي وأخواني في الاستوديو وهنا في البطولة، خالد المطيري من اليمين أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، وأيضا وليد المناعي أهلا ومرحبا بكم. يا مرحبا. شاهدنا مباراة ارتقت فنيا إلى المستوى المأمول أم لم ترتقي؟
يعني من طرف دارين أبلتون أكيد يعني أميز الأربعة على الإطلاق. إحنا كنا عين هنا وعين هناك. يوسف كنت يعني إذا كنت تسمعنا أثناء المباراة. لكن اللاعب الياباني حقيقة ما أدى، هو عنده أكثر من هذا اللي أدى، إنما واضح طبعا لأنه لأول مرة يجد نفسه في نصف النهائي. هو أفضل مركز وصل له في 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 تاريخه الاحترافي كان دور الثمانية، وأيضا هنا في الدوحة في بطولات المحترفين للبليارد. فيبدو أن قبل النهائي ومع دارين أبلتون كانت العملية شوية أكبر من رصيده في يعني في خبرات الاحترافية. أعتقد بكل مستقبل كبير، لاعب يعني مميز فنيا بشكل رهيب، إنما يحتاج إلى شيء من الجرأة وإلى شيء من الثقة بالنفس. ممكن نشوفه بعد سنتين أو ثلاثة من الأسماء يعني اليابانية الحاضرة في 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 الساحة العالمية للبليارد إن شاء الله. وعيسى تتفق معاي بأن فرق كبير بين السرعة والتسرع. إحنا شفنا في أكثر من لعبة كان هوي متسرع في 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 رمي الكرات، يعني حتى كان متسرع. هو مش متسرع، يمكن الخبرة شوي لها دور. طبعا إحنا شفنا العكس. دارين أبلتون 11 شوط، تخيل أنت لما لاعب تلعب 11 شوط تكسر 11 كسرة ولا كسرة يحالفك فيها الحظ، يعني كل كسرة يعني صراحة اليوم المفروض عبد الرحمن فعلا يسأل لاعب دارين الحين أبلتون. الحين عبد الرحمن متواجد ولكن مع هو إي، إذا أنتم عندكم سؤال حق هو نفسه حق اللاعب الياباني فممكن عبد الرحمن يسأل، لكن اللاعب الثاني أعتقد أنه راح يرتاح شوي عند المباراة النهائية. ممكن نسأله قبل بداية المباراة النهائية. عبد الرحمن تفضل، إليك كلمة. شكرا لك يوسف. مباراة كانت حلوة سريعة بين اللاعبين، اللاعب الياباني ويا اللاعب البريطاني. فكر في السؤال بس قبل لا تسأل. أنا بسأله قبل لا تسألني. سيماسي tell me about he come from this from the first beginning from first stage until here. This is very good for Japan for him. What do he feel to go to semi-final? Stage 1 かな、ずっと来て、クォーターファイナルまで来たんやんか。セミファイナルまで来たと。今の感じは、どう感じるか。疲れましたね。He was say, he says tired. What he feel? で、どう他に？でもやっぱ最後のゲームが非常に、ね、自分の思ったゲームができないから、やっぱり非常に悔しいですよね。In this game, he cannot play as he was thinking.What he feel about his position now in semi-final for him first time to be in this place? What he feel for next time? この今回まあこれ準決勝で3位タイになったけども、まあ次にまあどういう感じ？そうね。まあでもやっぱりこのプレッシャーかかったことで、まあ得たものがやっぱあるんで、まあこれから次にワールドチャンピオンを目指して頑張ります。He has so many experience to feel the pressure.That's why he want to use this experience for next championship again. Okay, maybe they have a question in the studio. شنو سؤالك يوسف عشان أسئلة؟ إحنا كنا نبي نعرف هل فعلًا هو عاش أو لعب تحت ضغط كبير، خاصة إنه يلعب مع دارين أبلتون في قبل النهائي، أو إنه كان مهيئ من قبل هذه المباراة، كان مهيئ نفسه لملاقاة دارين أبلتون تحديدًا. They ask me to tell him did he feel.Very good pressure with he when he play with him or he used to be pressure. Say again. He have pressure in this game. Yeah. He has feeling pressure in this game or he get used to it. いつもこういう感じでプレッシャー感じてるのか。感じてない。あまり感じないけど、まあだからこのステージ1からで初めてね、とりあえずね。Normally he has no pressure any games, but only this game he has little bit pressure.ありがとうございます。طبعا شكرا. طبعا يوسف سألت أول شيء قلت له شلون تحس بعد ما وصلت لهالمرحلة. يقول يعني عادي وصلت هالمرحلة، أنا كنت من ستيج 1 وصلت وشدت حيلي ووصلت لهالمرحلة، يعني ما كان في أي شيء ثاني يعني. بعدين سألت سؤالك عن البرشر اللي قاعد يحس فيه أو الضغط اللي قاعد يحس فيه، يقول لا أنا ما كنت أحس بأي ضغط، عادي أنا جاي من ستيج 1 وأي مباراة ألعبها
هي نفس المباراة اللي أنا ألعبها آخر شيء. بعدين قلت له شنو شعورك عقب ما وصلت هالمرحلة؟ قال هاي يعطيني دافع إن أنا أقدم أفضل ما عندي في البطولات الجاية، وهاي اللي وصلت أنا الحين هو بس مجرد بداية، وراح أكمل إن شاء الله في النهاية في البطولات الجاية. يوسف نلحين ننطر اللاعب الثاني اللي راح يوصل للنهائي، نرجع عندك في الاستديو. يعطيك العافية عبد الرحمن، أعتقد أنك بديت شوي تفهم كوري وصيني وياباني ما شاء الله عليك. أعتقد أن اللاعب الياباني قال ما كان تحت الضغط، ولا هل تتفقون معه؟ أنا يعني لازم أنا أشك في أن يعني هو فهم السؤال بشكل صحيح، لأن مستحيل لاعب بليارد، مستحيل يعني مهما كانت مكانته ومهما كان حجمه ومهما كان تاريخه يطلع من مباراة سيمي فاينل يقول أنا ما كنت أحضر. يعني هذا الكلام خاصة أنه يقابل واحد مثل أبل. بغض النظر زميل يوسف، هذه بلياردو والله لو تلعب مع واحد شنو ما يكون، أي مباراة بلياردو دائما فيها ضغط، لأن في رغبة أكيدة للفوز لا شك، وفي مصاعب خارجة عن إرادة وتحكم اللاعبين، فيعني طبيعي أن أنت بتكون تحت ضغوط. يعني دارين أبلتون فعلا أدى مباراة كبيرة وفاز، لكن ما يقدر يجي هو فايز، لو تسأله أنت كنت تحت ضغط بيقولك أكيد كنت تحت ضغط. يعني أنا أعتقد إن إما إنه فهم السؤال بشكل خطأ، أو إنه يعني ما حب يبينه، أو معنا يعني في الشاشة، يعني على الشاشة إحنا لو نشوفه نشوفه بالفعل يعني أمر طبيعي، ما كان أمر طبيعي هذا، مو أمر لا أمر يا جماعة طبيعي جدا طبيعي. هو الأمر الطبيعي إنك هو الميزة إذا الحكم ينضغط، إذا الحكم يعني يحس بمسؤولية ويحس يوسف هي قيمة اللاعب مو إنه يتعرض للضغط أو لا، هذا السؤال خارج من الحسبة، كل اللاعبين يتعرضوا للضغط، قيمتك شلون تتعامل تحت الضغط، هني يبين يعني قيمة ومعدن وإمكانيات الفنية لدى اللاعبين. أما أنك تكون هل السؤال أنت تحت الضغط ولا لا، أكيد تحت الضغط، ما أظهر يعني يمكن شفناها بالجنب الواحد، بالجنب الواحد وبعض الأشواط اللي جت في النصف الثاني من المباراة، بس بداية المباراة صراحة أخطأ أخطاء فادحة. يعني هذا إحنا نشوفه يعني.